وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نورمين هلو، والنهارده ان شاء الله هنعمل وصفتين جداد من وصفات البطاطا. اول واحده هتكون تشيز كيك بالبطاطا، وتاني واحده هتبقى كروكات البطاطا. بالنسبه للتشيز كيك عندنا طبقه الكوكيز. اول حاجه هنعملها هي القاعده. عندنا 250 جرام بسكوت يكون مفروم، 30 جرام زبده هنسيحها، و رشة ملح. بعد كده عندنا التشيز كيك نفسها، عندنا 6 بيضات، 175 جرام كريمة خفق، عندنا 680 جرام جبنة كريمية، 680 جرام بطاطا تكون مشوية ومهروسة، 310 جرام عسل، 150 جرام سكر، 15 جرام فانيليا، 1.5 معلقة صغيرة قرفة، 1 معلقة صغيرة جوزة الطيب، وربع معلقة صغيرة ملح. بالنسبة لكروكات البطاطا عندنا 1 كيلو بطاطا مطبوخة أو يعني مشوية ومهروسة، عندنا 2 معلقة صغيرة ملح، 1 كوب جبنة تشيدر مبشورة، 65 جرام دقيق، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وربع معلقة صغيرة شطة. وبالنسبة للتغليف بتاعها عندنا دقيق، بيض، بقسماط، وطبعا عندنا زيت للقلي. بالنسبة للتشيز كيك طبعا احنا عملنا البسكوت بتاع التشيز كيك كتير قبل كده، بنسيح الزبدة وممكن ساعات بنحط ملح ساعات بنحط سكر وبنخلطهم، بنخلط كل دول مع بعض، وبعد كده بنحطها في قالب التشيز كيك. فدي بسيطة وسهلة، فمش محتاجين نعملها تاني النهاردة مع بعض. بالنسبة للحشو بتاع التشيز كيك هحط الجبنة الكريمية، ومعاها العسل، ومعاهم السكر والبيض، وهضرب دول مع بعض الأول، وبعد كده هزود بقية المقادير. دلوقتي هضيف البطاطا، الكريمة، القرفة، جوزة الطيب، الملح، والفانيليا، ونخلطهم مع بعض. اوكي كده خليط التشيز كيك بتاعنا جاهز. هناخده ونحطه في قالب التشيز كيك. وطبعا قالب التشيز كيك ده اللي بالقاعده بندخلها الفرن حوالي 5 دقايق، وبعد كده بنطلعها من الفرن عشان البسكوت يتماسك بالزبده اللي حطيناها فيها، وكمان ياخد تحميره كده صغيره قبل ما نحط خليط التشيز كيك فيه. نبتدي نحط التشيز كيك.
ودلوقتي هندخلها فرن، ويفضل ان احنا نحط صينيه ميه فيها، طبعا في صينيه فرن يعني نحط فيها شويه ميه، لان التشيز كيك لما بتتخبز بالبخار مش بتشقق من فوق، ساعات بدون بخار ممكن تشقق وتدينا شكل مش حلو في الاخر. فهنحط صينيه فيها شويه ميه، حوالي سنتي او 2 سنتي من الميه مع التشيز كيك. مش لازم تبقى تشيز كيك قاعدة جوه المية، لكن ممكن تبقى صينية المية دي في قاع الفرن. ودرجة الحرارة احنا عايزينها تكون حوالي 130 او 140، مش اكتر من كده، علشان التشيز كيك ما تعلاش واول ما نطلعها من الفرن ترجع تهبط تاني، بتدينا شكل مش حلو. تفضل مستوية لو احنا دخلناها في درجة حرارة اقل من 150. دلوقتي اخدها في الفرن. وده بيكون شكل التشيز كيك بعد ما بتطلع من الفرن. زي ما احنا شايفين وشها مش مشقق ومستوية كويس، والبسكوت متحمر ولونه حلو. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة. نطلع فاصل وبعد كده نعمل كروكات البطاطا. اهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الكروكات. الكروكات هنحط كل المقادير مع بعض. البطاطا، الجبنة، البابريكا، الشطة، كمون، الملح، الفلفل، وعندنا حوالي 65 جرام دقيق. وهنخلطهم مع بعض. الدقيق ممكن نزود شوية لو حسينا ان هي طرية، يعني 65 بالتقريب، ممكن أكتر ممكن أقل. هزود حاجة بسيطة. ريحة الشطة والكمون والبابريكا طالعة باينة فيها وأنا بقلب. دلوقتي هنعملها كروكات. طبعا كل واحد يشكلها بالشكل اللي هو عايزه، ممكن كور، ممكن أصابع، ممكن أي شكل، ممكن نحشيها كمان، ممكن نحشيها قطعة جبنة أو عصاج زي ما احنا عايزين. هاخد قطعة من البطاطا، احنا هنعملها أصابع النهاردة. بنحطها في الدقيق نتأكد ان هي متماسكة كويس. بعد كده بنحطها في البيض. وبعدين البقسماط. وطبعا بنكرر الحكاية دي لحد ما نخلص الكمية كلها. بنتأكد بس ان الزيت بتاعنا سخن. اوكي كويس. وبنحط البطاطا في الزيت.
وطبعا البطاطا دي بتبقى طبق جانبي حلو مع اي صنف رئيسي بنقدمه، وممكن كمان تبقى سناك لوحدها في وسط اليوم. البطاطا صحية جدا، خصوصا كمان لو اكلناها بقشرها، يعني انا بحب القشر بتاع البطاطا، اولا يبقى طعمه حلو وفي نفس الوقت الياف اكتر في الاكل. ولما بنحط لها نسبه البهارات والملح والتتبيله بتاعتها يعني بنسبه مظبوطه، مش بتخلي طعمها حلو زياده، يعني مش هنحس ان هي حاجه حلوه. احنا متعودين ناكل بطاطا حلوه، بس في الحادق كمان بتبقى لذيذه قوي. اوكي، تقريبا ابتدت تبقى جاهزه. طبعا هي مش محتاجة سوى، هي مستوية خلاص، البطاطا مشوية في الفرن فهي مستوية خلاص، مجرد بس ان احنا بنديها لون حلو وتبقى مقرمشة من بره. ودلوقتي احط اللي عملتهم فوق المتحضرين جاهزين. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، عملنا فيها نوعين من البطاطا، واحد حلو واحد حادق، عملنا تشيز كيك وعملنا كروكات ممكن تتاخد كطبق جانبي. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله.